مرحبا بكم الناس الكل، نص نهار وحتى شن دقيقة على يفهم حلقة غاديو انتم تسمعوا في 90 دقيقة من توا حتى الماضي ساعة ونص. يرافقني اليوم سفيان، مرحبا بك. أهلا، مرحبا سفيان بن حميدة، منورنا معاه خليل الرقيق. مرحبا، أهلا مرحبا. نتمناو الخلود ان شاء الله، الشفاء، مريضة شوية ان شاء الله ترجع لنا بصحة وعافية. اليوم في عيد الاستقلال تونس تحيي الذكرى 67 لعيد الاستقلال، باش نمشيو لي الاحتفالات اللي هي في شارع الحبيب بورقيبة، نمشيو زادة المبعوثتنا هيفا تويتي في قصر المؤتمرات، باش نحكيو زادة اليوم في 90 دقيقة على ونرجعوا على تعيين كمال فقيح خلفا لتوفيق شرف الدين في على رأس وزارة الداخلية، باش نشوفوا زادة ونتطرقوا إلى أهم ردود الأفعال، باش نحكيو زادة على اللقاء جمع كل من رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة نجلة بودن، ونرجعوا على تصريحاته، والتصريح مهم جدا لوزير الخارجية الإيطالي اللي عبر على رغبة بلاده في إفراج صندوق النقد الدولي على قرض 1.9 مليار دولار لتونس، لأنه يخشى من زعزعة استقرار بلادنا وبالتالي انطلاق موجة جديدة من المهاجرين نحو أوروبا. مرحبا بالناس الكل. انتم تسمعوا في 90 دقيقة. نمشي مباشرة لقصر المؤتمرات وين ينظم الحزب الدستوري الحر اجتماع عام، وكانت وكبته مبعوثتنا هيفا تويتي. مرحبا بك هيفا. مرحبا بك فايزة، مرحبا بمستمعي يتم الكل واللي يتفرج فينا على يتم تي في على يوتيوب. كما قلت فايزة، احنا تو موجودين في قصر المؤتمرات وين فما نجم نقولوا احتفال الحزب الدستوري الحر بالعيد الاستقلال. الفايزة الكل موجودة اليوم هنا في قصر المؤتمرات. الصالة مليانة كلها بالأنصار، كان تسمعوا توا عاملين جو الأنصار، فما سلامية سلامية وعبد الوهاب الحميسي زاد كان يغني. أهم تفضل هيفا. تصريح من رئيس الحزب الدستوري الحر عدي موسي بالمناسبة، وقالت إنه الحزب الدستوري اللي يتهموا فيه الناس بالاستبداد في وقت اللي هو يعطي مثال في احترام القانون وفي القواعد الديمقراطية حسب تعبيرها، قالت إنه يدافع على الاستقلال وعمل موقف مهيب يليق بالمناسبة يعني الذكرى 67 للاستقلال، ورفضت في سؤال على اللي خرج اليوم زادة إشارة لحراك 25 جويلية اللي خرج اليوم في شارع الحبيب بورقيبة، قالت احنا نرفضوا المقارنة مع اللي يخرج يدافع على تفكيك الدولة وضرب الزعيم بورقيبة والسلطة غير الشرعية. في إنها على ما يروج حول ملف جمهورية أتلانتس، قالت أن الملف هذا اعتبرته ملف اختراق واضح ويهم الأمن القومي، قالت أنه تم توجه برسالة لرئيسة الحكومة وزارة الدفاع اللي طالبتها بالتوضيح بخصوص الاحترافات حول جمهورية أتلانتس في إشارة لتصريحات نائبة رئيس البرلمان ما حبتها يتسمي الاسم، قالت إنسانة معروف احنا قالت ما نقبلوش انسانة الشبهات ثابت عليها انها عندها علاقة بتنظيم خارجي اعتبرته يسعى لتركيز اقليم سيادي في دول العالم ومن بينهم تونس، وطالبت وزارة الدفاع بابعاد السيدة حسب تعبيرها وتحل تحقيق في انشطتها الخارجية انها على البرلمان الجديد ولا جلسات البرلمان. قالت رفضت الإجابة، قالت أنه غير شرعي، وقالت التفاصيل باش تقدمها في الخطابة بعد شوية وباش يكون عندها مواقف بالبرلمان باش يتم الإعلان عليها بعد شوية. واضح حيفا، احنا زادة كان عندك جديد، مرحبا بيك. نرجعوا لك بعد شوية بعد الكلمة اللي باش تلقيها رئيسة حزب الدستوري الحر. شكرا لك هيفا تويتي مباشرة من قصر المؤتمرات. نمشيو الفيديو صغير من الاحتفال اللي صار اليوم، تنجموا تشوفوه على اي اف ام تي في، معش مازال مش حاضر. نمشيو مباشرة لسوفيان، شنو رايك اليوم في تصريح عبير موسي رئيسة حزب الدستوري الحر بمناسبة الاحتفال بالذكرى 67 لعيد الاستقلال؟ أهم ما تقال في التصريح وفي انتظار الكلمة اللي باش تصير بعد شوية اللي باش تبين موقفهم من البرلمان. هو اللي لاحظوه أنه من الغريب أنه اليوم تقريبا زوز تظاهرات الكبيرة للاحتفال بالذكرى 67 للاستقلال هي القاعدة تظاهرة بتاع الحزب الدستوري الحر
في قصر المؤتمرات والوقفة نتاع مجموعة حراك 25 جويلية في شارع حبيب بورقيبة اللي هي تقصدهم اللي باش يمشيو بعد شوية مبعوثنا من شارع حبيب بورقيبة. الملاحظة أنه زوز تظاهرات هذه كانت محدودة العدد محدودة بشكل كبير. أنت اليوم ترى سفيان لا يليق بعيد الاستقلال. أنا رأى أنه عموما تم إهمال هذه الذكرى المهمة في تاريخ البلاد وفي وزن التوانسة. المظاهر لكن سفيان سامحني باش نقص عليك، لكن هناك مؤيدين ومعارضين لهذا. لا ما فماش بالنسبة للاستقلال ما فماش مؤيدين ومعارضين، فما توانسة ما شفناش رئيس الجمهورية اليوم توانسة. يحتفل رئيس الجمهورية من الناس اللي يعتبروا أنه التاريخ يبدأ نهار 25 جويلية، يعني وهذا ما أعيب عليه. كل مظاهر الاحتفال بهذه الذكرى الهامة اسمه العيد الوطني، أهم ذكرى، أهم من أعياد في تونس، كل مظاهر الاحتفال تقريبا مغيبة، ما شفناش علم يرفرف في الشارع. توا كانوا البلديات أغلبهم شدينهم الإسلاميين، قلنا باهي موقف سياسي ايديولوجي اي، ومن بعد أهم توا البلديات رجعوا للإدارة، يعني أنه الإدارة القائمة هي ضد الاحتفال بالاستقلال. للأسف تغييب المظاهر هذه ما يساهمش في خلق وترسيخ وتركيز النزعة الوطنية لدى الناشئة. توا الكبار ما عادش عندك كده واحدة تحط لهم الاحتفال مش احتفال، هم يحتفلوا بيه برواحهم لأنهم عاشوه بالحق في دمهم في عظمهم. أما الصغار الأجيال الصغيرة يلزم نربيهم، وهذا الشيء اللي ماناش قاعدين نعملوا فيه. وهذا الأهمال إما يدل على تهاون وهذا مرفوض وننقدوه، وإلا والأخطر من هذا أنه يدل على حقد على الأباء المؤسسين لهذه الدولة، حقد تجاه لبير فونداتور، وهذا الأخطر. نرجع للحفلة بتاع عبير موسى، نشوفه قاعدين نشوفه في الفيديو، نشوفه للأسف ساعة هات اللحظة كان سيد المخرج شوية صوت، كان نسمعه شوية هو شوية من احتفال سفيان قبل، وبعد نرجع للتعليق. بيه ثم صوت إذي الاحتفال نقدمه شوية. هذا معناه احتفال وقعد على أساس الاحتفال وخبزة جاتو وعيد ميلاد وهابي بيرثدي تو تونس. الأكاين احتفلوا به العيد الاستقلال، معناها التسليك للمواقف الكبرى للمناسبات الكبرى، نقول عيب عليها، معناها ما تنجمش تتحمل حتى في 20 مارس موقف ماهوش كراكوزي على شاكلتها. وأعيد كلمة كراكوزي لأنه يبدو أنه قلقت بعض الناس اللي حولها والمتملقين لعبير موسي بما فيهم بعض المخبرين اللي نعرفهم من سنوات طويلة. نفهم اللي انت ضد الاحتفال هذا ولا مفهمتش؟ لا مانيش ضد الاحتفال، انا ضد الاحتفال المبتذل، وهذه طريقة مبتذلة للاحتفال بحادثة وحدث عنده قيمة عميقة في وجدان التونسيين وتاريخهم. خليل غياب اليوم مظاهر الاحتفال في شوارع الحبيب بورقيبة وغيره كما قال لك سفيان حسب ملاحظته أكيد، اليوم كيفاش تعلق؟ هل أنه رئيس الجمهورية غائب عن هذا الاحتفال أو غائب؟ إذا كان نعلق عليها يلزمنا ديما نقرأوا السياقات وما نقرأوش الملامح، نقرأوا العمق. أنا رئيس الجمهورية، سفيان كان يحكي في إطار ما سماه هو بتجاهل الأباء المؤسسين وغير ذلك، والتاريخ يبدأ من 25 جويلية. ولكن لو دققنا النظر
في تحركات اللي بعد 25 جويلة متاع رئيس الجمهورية تحديدا، أولا في زيارة قبر بورقيبة، أولا في رؤيته للآباء المؤسسين، أولا في أنه أغلب لقاءاته كانت جريدة العمل الموجودة اللي هي كانت لسان حال الحزب الدستوري، كانت هناك إحالة الدستور 59، كان هناك زيارات تقريبا سنوية إلى قبر حشيد، لأنه الاستقلال راهو لحظة صنعتها القوى الوطنية الكل، التساترة النقابيين القوميين اليساريين، يعني ما نلقاش فما ريبتير في مسارات الدولة بقدر ما نلقى ربما دخلنا في سياق ومفهوم جديد للاستقلال. وهنا يزم نحكي بمعنى مثلا اليوم اللي في لافني موجود، راهو احتفال في لافني انصار 25 جويليه، حركه ديجا يربطوا عيد الاستقلال بمعركه التحرير الوطني الجديده اللي دعا لها رئيس الجمهوريه، اللي هي ضد جيوب الارهاب، اللي هي ضد جيوب الاستعمار اللي تنشط داخل تونس وتتامر على الدوله التونسيه. ثم معاني، ثم شكون ربط يربط لك الاستقلال بحكايات كيما ما قالوا اطلنطيس وغيره، ولا يقول لك انا نهارت اللي مملكه اطلنطس تولي عندها جيش وتولي عندها اجهزه وتولي عندها ارض وتولي عندها عركه، وقتها نتعاركوا، لكن احنا نتعاركوا مع قوى موجودة بالفعل، مع قوى مسلحة بالفعل، مع ناس تتآمر على الدولة بالفعل، مع ناس رهنت استقلال تونس لمدة 10 سنوات للأطراف الخارجية بالفعل. بمعنى إذا كان مش نحكيه على استقلال اليوم، ما نحكيوش على لحظة احتفالية أو غناية أو هابي بيردي أو غيره، بل نحكيه على لحظة نحن مسؤولين على استمراريتها، مسؤولين قدام الأباء المؤسسين، مسؤولين قدام الأجيال القادمة، باش يرسخوا في وقت يخرجوا يحتفلوا بعيد الاستقلال، يعرفوا فعلا أن تونس معركة سيادتها لم تنتهي، ما زالت موجودة، ما زالت قائمة، ما زالت فيها تحديات كبرى وكبرى جدا، ما زال هناك ما يسمي، وإحنا تحدثنا في الأيامات الفارطة على وثائقنا وعلى أمننا، ما زال هناك ما يسمى بتفخيخ واختراق الدولة اللي هو متواصل إلى الآن حتى بعد انطلاق مسار 25 جويلية. معارك كبرى في الحقيقة يجب أن نعطيها بعدها العميق، ولا نكتفي بالسطح وبالمرة. نمشي مباشرة لشارع الحبيب بورقيبة، وين موجود مبعوثنا مكرم السعيداني. مكرم تحية ليك وتحية لكل المستمعين. مرحبا فيك، تحية ليك وتحية لكل المستمعين والمشاهدين اللي تابعوا فينا على الفيلم في على اليوتيوب. بالفعل احنا في شارع الحبيب بورقيبة في مواكبة للاحتفالات في الذكرى 67 لعيد الاستقلال، وهي في شارع الحبيب بورقيبة حرس 25 جويلية دعا للاحتفال في ذكرى 67 للاستقلال، وكذلك عدد من المواطنين المعين بتوجهات وقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد. في البداية حابين نقول أن الفئات العمرية الممثلة اليوم في التحرك اليوم قدام المسرح البلدي وفي شارع الحبيب بورقيبة، يعني كلهم أغلبهم من الجهود والشيوخ والنساء، هم الفئة الأكثر متواجدة هناك في شارع الحبيب بورقيبة. نقطة ثانية نستسمحك مكرم، جست أنا نحب سؤال، نحب نعرف اللي هل أنه موجود مظاهر احتفالية؟ يعني هناك قالك سفيان بكري شوية كنا نحكي وقالك ما فماش مظاهر اليوم، البلديات ما خدمتش، ما علقتش العلامات، هل هناك مظاهر احتفال اليوم في شارع الحبيب بورقيبة بالذكرى 67 لعيد الاستقلال؟ لهنا المواطنين بيخرجوا في شارع الحبيب بورقيبة، عندهم يعني طريقة نوعا ما فريدة من نوعها بالاحتفال بالذكرى والطبال، شفناهم قاموا بالاحتفال في شارع الحبيب بورقيبة تأييدا لقرارات رئيس الجمهورية. إذا أهم المطالب اللي تم رفعها اليوم هي محاسبة المتورطين في كل القضايا، القضايا المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة وكل القضايا ومحاسبتهم. النقطة الثانية متعلقة بعدم التدخل في الشأن الأجنبي في الشأن التونسي من قبل الأجانب، وهنا نحكيو على البيان الأخير والدعوة من البرلمان الأوروبي لصوت، نعم لصوت بالأغلبية على رفع الدعم على أو الدعوة إلى رفع الدعم على وزارتي العدل والداخلية التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي، وكذلك كما سكون وعلى لسان الناطق باسم حركة 25 جويلية دعا فرنسا إلى الاعتذار من تونس على جرائم اللي حدث فيها طوال، نعم، والتعويض للشعب التونسي والدولة التونسية على الجرائم اللي قامت بها فرنسا قبيل الاستقلال. لذلك كما حابين تشوفوا هنا قدام شارع الحبيب بورقيبة ثم اغاني يعني وهنا ثم عباد ترقص على الاغاني وعلى الذكرى وعلى الطبال، لذلك كما حابين تشوفوا
لهنا في شارع الحبيب بورقيبة متواصلة الاحتفالات من قبل المواطنين ومساندي قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد. شكرا لك مكرم سعيداني، كان معنا مباشرة من شارع الحبيب بورقيبة في مواكبة لاحتفالات لذكرى 67 لعيد الاستقلال. باش نمشيو الفيديو زادا، كان من هنا مبعوثنا مكرم سعيداني من شارع الحبيب بورقيبة، هو تصريح لمحمود بن مبروك الناطق باسم حركة 25 جويلية اللي طالب فيه فرنسا بالتعويض للدولة التونسية والشعب التونسي على الجرائم اللي قال انه تم اقترافها قبل الاستقلال. ونحن من هنا اليوم نطلب من رئيس المسار انه يطلب بصوره رسميه من السلطه الفرنسيه انهم يقدموا اعتذار رسمي للشعب التونسي لما دفعه الشعب التونسي من دم للشهداء والمقاومين والمناضلين في حرب التحرير وطرد المستعمر الفرنسي وتقديم تعويضات للشعب التونسي وللعائلات التونسيين. نحن قدموا ايضا رساله اخرى بعد انطلاق قتال المحاسبه، قتال المحاسبه الذي شمل عده جهات، ونأكد لكم اللي هو مش يشمل عده قضاة وعده ادارات، الناس اللي استولوا على المال العام، قتال المحاسبة لن يستثني أي شخص. هذا هو كان التصريح. باش نمشيو الفاصل صغرون ونرجعوا باش نعلقوا على التصريحات هذه، وباش نسمعوا زيدا مبارك البراهمي النايبة السابقة في البرلمان اللي خرجت اليوم لشارع الحبيب بورقيبة للاحتفال. نص نهار و 29 دقيقة على يفهم أحلى غاديو، أنتم ما تسمعوا في 90 دقيقة من توا حتى الماضي ساعة ونص مكملين في الاحتفال بعيد الاستقلال. كنا حكينا، كنا خذينا مراسلين مبعوثين من قصر المؤتمرات زيدا، تحدثنا وخذينا مكرم سعيداني من شارع الحبيب بورقيبة. كان أهم المطالب اللي خرجوا اليوم مساندين لرئيس الجمهورية هو يعني محاسبة من تآمر على أمن الدولة والمطالبة بسيادة الدولة وعدم تدخل الأجنبي، خاصة بعد البيان اللي خرجوا البرلمان الأوروبي قبل أيام. اليوم نشوف في يعني سوفيين متقلق، كنا حكينا في الأوف اللي الناشئة اليوم ماهيش قاعدة تحتفل، ماهيش فاهمة هل بالحق معناها هل تغيرت اليوم رمزية الاحتفال بعيد الاستقلال. شفنا مطالب عديدة، شفنا عبير موسي بعد شوية باش تحكينا على هل انهم موافقين، هل يعترفوا بشرعية البرلمان الحالي ولا ما شفت اليوم انت مظاهر احتفال بعيد الاستقلال. معناها تولي اللي قالوا زميلنا مكرم السعيدين يأكد انه وفات حتى اللي خرجوا اليوم في شارع الحبيب بورقيبة خرجوا لمساندة النظام القائم، مش لإحياء الذكرى الوطنية اللي هي الاستقلال. هذا يؤسف له لأنه اليوم من المفروض أنه التوانسة تكون في الشارع، التوانسة تكون في الشارع كلها مع بعضها بقطع النظر على المواقف السياسية. هذا ما يسالش جاي غدوة نعود ونرجع غدوة، ما مش اليوم. اليوم خرجوا الكبار، معناها الكهول والشيوخ، اي الشباب وينهم؟ الشباب وينهم؟ لأنه تو سامبلومون ما مشينا لهمش، تو سامبلومون ما حسسناهمش. كيفاش نجمو نمشيو لهم؟ موجودين 20,000 طريقة. احنا الافق متاعنا اتسطح ولا زكار وطبال من جهة، والا الاحتفالات بعيد ميلاد الروضات متاع الاطفال اكل خبزة جاتو هابي بيرثدي ونقصة كان الترتور الكونيك هذاك فوق الريوس كذا. لا صغار الشبيبة اليوم نشيلها حط لها البطاحي، موجودين بكثرة وما أنا قاعدين نعملوا بهم حتى شيء. لكم حلهم اليوم راهم المفروض أنه فيهم دي جروب متاع الموسيقى البديلة اللي غنيوا في غنايات تهم تونس، ومن 2011 لليوم فما الميات الغنيات اللي تعملت على تونس بلغة الشباب وللشباب. راو كنا جبناهم، راي البلاد تعبات، راي الفرحة. شكون اللي بيجيبهم سفياني؟ تجي تحكي على شكون يعني شباب؟ الإدارة فما إدارات، فما المعتمديات، شتعمل
المندوبيات الثقافية اشتعمل، دور شباب المؤسسات التربوية اشتعمل، رو برشا رانا كنا نجمو نعملوا هذا وما تكلفناش برشا، وتقرب التوانسة لبعضهم وتقرب الشباب لبلادو وتخلينا نجمو نغزلوا الغدويكا. اور اليوم اللي صار اليوم وفات معناها قاعدين ما فما حتى بروجيكسيون فير لافنير، فماش مانيش قاعدين نشوفوا غدوه تونس موحده بالشيء اللي صاير اليوم، وهذا يؤسف له. اي تو دخلنا في الحديث البناء، بدينا نفتحوا في الافق، الشباب وينه بالضبط؟ باه هات نعملوا عوده الى الوراء شويه باش انا مثلا قريت تلميذ ابتدائي في السبعينات موحد سفيان، مانيش بعيد على بعضنا. تعرف عيد الاستقلال يجيك للمدرسة، المدير والمعلمين قبل بجمعة يعملوا درس على عيد الاستقلال. اليوم عاش يحتفلوا بيه في المدرسة. كان بنهار 20 مارس نتذكر حتى وقت يبدأ عطلة تمشي تقف تحيي العلم في المدرسة الابتدائية. وش نعطيك أنا؟ عيد الاستقلال كان يجيك لدار شباب ولدار ثقافة، وين كانت النوادي الثقافية؟ كانت تتعمل مسابقات ثقافية بين المدارس وبين المعاهد وإلى آخره حول تاريخ الاستقلال وتاريخ رموز الاستقلال وغيره. يعني كان الفضاء التربوي والثقافي التونسي متشبع بثقافة الاستقلال ويزرع فيها في عقول الناس الثقافة الوطنية. عندنا أي عندنا توا سفيان من وقت اللي دخلت البلاد في منطقة الزوابع السياسية وحتى قبل يعني تخليت الفضاءات نتاع التنشئة على دورها في تنمية الحس الوطني. علاش؟ لأنهم حبوا وكانت اختيار أنهم يخرجوا جيل ما هوش متسيس، خدمة كاملة خدموها الحكام باش يخرجوا جيل ما هوش متسيس. هاني الوضع قدامنا الآن. كيفاش الريكيبيريو صغارنا؟ يلزم احنا نمشي ولهم، احنا نقريهم التاريخ، احنا نحولوا لهم هذا التاريخ الى احتفالية وطنية فيها شعور بالعزة القومية وفيها شعور بالعزة الوطنية، وهما بالوسائط اللي يفهموها ويستصيغوها، خاطر عندهم تعبيرات اخرى تو عندهم تعبيرات فنية اخرى، عندهم تصورات اخرى. والمشهد السياسي الحالي يخلينا نعملوا وننشئوا شباب متسيس اليوم الموجود والمطروح. طالبة باش تنتج شباب متسيس، انت في مرحله اهتمام بالشان العام تاع انه تنتج شباب جيل يهتم بالشان العام. متسيس مش متسيس مش مشكل، ينجم يكون ينجم يكون ما عندوش توجه. أما لا مشالش، انت نشأوا على الوطنيه، على حب الوطن، على كذا، ومن بعد هو يختار ثنيته كل واحد حسب العيشه اللي عيشها واختيارات نتاعو ربما. اما نرجع لك فيصل للحاجه مهمه جدا، يعني تعديت الفيديو ومكرم السعيداني تحدث في ثلاثه ولا اربع محاور حتى نكونوا معناها صراحة مع بعضنا وصادقين مع بعضنا. هذيك هي المحاور اللي اليوم تشكل المفهوم المحين لاستقلال تونس. تونس بكل وضوح عاشت عشرية تاع تبعية للاستعمار، ومش لازم نبدأ نصرصت لك مش نبدل التاريخ. عشنا عشرية ولا فيها ما يسمى، تركز فيها ما يسمى بمفهوم الاستعمار الجديد، حيث تحكم تونس من غرف خارجها، غرف منصات خارجية استخباراتية تلهت بينا. دول العظمى حاولت تشكل حياتنا السياسية ورموزنا السياسية بمصالحها، وهذا اليوم قاعدين نقاوموا فيه. وقت تقول لي انت اليوم اصبحت شأن الداخلي مستباح داخل برلمانات الاخرين وداخل القوى الخارجيه وعندها مكاتب سفراء، فهذا مفهوم محين جديد للاستقلال. كي تقول لي غياب البلديات اليوم عندك حق، كي تقول لي، ولكن ما يلزمش تنسى فايزه ان البلديات قد فككت بالكامل عندها اسبوعين، وهذا الاسبوعين توا ولينا نحكيو على بلديات قاعدة تستعد باش تتنفس خارج عشرية الظلام، على سياسة خارجية تستعد باش تتنفس خارج عشرية الظلام، على حياة سياسية قاعدة تحب تتنفس خارج عشرية الظلام، على مؤسسات جديدة ستبنى لتتنفس خارج عشرية الظلام. عشرية الظلام كانت تمثل لحظة استعمارية، واليوم التوانسة يلزمهم يفكوها بقدر ما استطاعوا حتى يرجعوا مناعة الدولة. هذا هو يا خليل. أنا نحكي على إدارة، الإدارة موجودة، كانت قبل موجودة وتوا موجودة وغدوة موجودة، والإدارة هذه فما مناسبات البريوديك دورية راي موجودة في الأجندة متاعهم، يحضروا لها على شهرين ثلاثة بالمسبق. هذا اللي ما صارش،
ان انا هذا اللي ننقد فيه. بقيه المواضيع نتاع السياده الوطنيه والاستقلال الوطني مش وقتهم أي لا لا مش وقتهم مش وقتهم هم عمرهم. اجي نقول لك فما مواضيع فما مواضيع كما السياده الوطنيه كما استقلال القرار الوطني كما التنميه هذو قوانين المفاهيم ثابته منذ الاستقلال في تونس. راو ما تنساش راي لانه السياده الوطنيه صحيح خذينا الاستقلال 56 اما كل يوم يجب تدعيمها. مش العشريه هذه راي اللي فيها مشكله. العشريه هذه دقتها الدنيا اما حتى قبل الوري فالو انه ان نتجاوزوا بعض المحاولات الفاشله نقول انا الفاشله لانه تصدقوا لها التوانسه تصدقوا لها باش تصدقوا لها بك الروح الوطنيه اللي كانت عندهم. السياده الوطنيه نفس الشيء. السياده الوطنيه وقت اللي بورقيبه عيط للسفير الامريكي قال له كان بلادك تصوت ضد تونس في مجلس الامن تروح برهز حوايجك وروح في عمليه حمام الشط. هذيك السياده الوطنيه زاد ديما السياده الوطنيه موجوده ونعركوا عليها وما نغفلوش عليها في اي لحظه من اللحظات. موضوع التنمية ان موضوع مستمر من الستينات من واحدة واحنا نعاودوا فيه كل تقريبا كل 10 سنين تصير لنا أزمة باش نتعاود نطرحوا موضوع التنمية والتنمية المستدامة والمنوال التنموي كذا. دونك هذه المواضيع اللي باش نقعدوا نحكيوهم الكل اليوم للأسف نحكيوا فيهم في إطار التناقض والهدف هو أنه نستغلوا مناسبات كيما عيد الاستقلال باش أنه المواضيع هذه نحاولوا نحكيوا فيها من منطلق يقرب وجهة النظر ما نقولش ويستشرف ويستشرف لأنه بعد المعركة المستقبلية راو كانوا قبلنا يحكيوا فيها وإحنا اليوم مختلفين عليها أما مصيرنا أنه باش ننجزوها مع بعضنا في المستقبل. للأسف ما عملناش نعملوا في جهود في الاتجاه هذا في اتجاه اون بروجيكسيون دافنير اللي تخلينا ممكن غدوة نمشيوا اليد في اليد مش احنا وحدنا الكبار لانه احنا ماشيين بطبيعتنا الأجيال الصغيرة اللي اليوم حطيناها احنا للأسف احنا حطيناها على الطرة. واضح نمشيو ونكملوا زيدا بالتصريحات على يعني بمناسبة الاحتفال بذكرى 67 لعيد الاستقلال. نمشيو لمباركة البرهمي النايبة السابقة في البرلمان اللي قالت جئنا مساندة لرئيس الجمهورية اللي يقودنا لتونس جديدة ليست تونس التابعة للإخوان أو الغرب ومساندة للأمن ضد الانقلابيين اللي حبوا يتآمروا على تونس. في ذكرى الاستقلال نحن جينا حضرت مع المشاركين هنا مساندة لتونس في ذكرى استقلالها والاستقلال ليس مرتبط ب 20 مارس 1956 بقدر ما هو مسيرة الاستقلال. تونس اليوم إحدى محطاتها اليوم مساندة لمسار المحاسبة ولتونس الجديدة اليوم اللي يقودها رئيس اليوم يفرض مبدأ السياسة الوطنية وكرامة البلاد. كانت بلادنا طيلة السنوات الفارطة تابعة للمعسكر الغربي وللمعسكر الشرقي وللمعسكر الإخواني العالمي وللمعسكر التكفيري العالمي. اليوم تونس أخرى جديدة تتأسس. اليوم جينا نحن داعمين لمسار محاسبة الفاسدين ومحاسبة اللصوص ومحاسبة الإرهابيين الإخوان ومحاسبة الإنقلابيين اليوم اللي يحاولوا يتآمروا على أمن تونس وعلى استقرارها. وجيت أنا اليوم زادة مساندة للأمن اللي استطاع يعني أنه معناها ينقذ تونس من هذه المحاولات التخريبية الأخيرة ومحاولة الانقلاب على أمن البلاد. وإن شاء الله تونس خير وإن شاء الله تونس جديدة تتأسس قريبا إن شاء الله أو يكتمل مسار تأسيسها قريبا. خليل شنو رايك اليوم في تصريح مبارك البراهمي بمناسبه الاحتفال بعيد الاستقلال؟ تصريح مبارك البراهمي والتصريح معناه مبارك البراهمي كذات مبارك البراهمي كتصريح. شفت معركه الاستقلال قدش عندها ابعاد. شكون مبارك البراهمي؟
مباركة البراهمي هي زوجة شهيد كبير مات في 25 جويلية 2013 وشافت دم راجلها أمام المنزل. يعني شكون قتل راجل مباركة البراهمي محمد البراهمي؟ شكون قتله؟ هما أذناب الاستعمار، هما القوى الإرهابية والدينية المتطرفة اللي دخلت لتونس وخذت السلطة خدمة للأجندة الاستعمارية. نحب نذكرك في حاجة، محمد البراهمي سياق اللي تقتل فيه كان مقترن بحدث كبير مزلزل صار في مصر قبل تقريبا بعشرين يوم من الاغتيال أو باثنين وعشرين يوم تحديدا، هو أنه أول سقوط مدوي للأخوان المسلمين بعد موجة الربيع العربي في مصر. محمد البراهمي اعتبر تلك اللحظة لحظة تحرر وطني، وأول مداخل عملها في المجلس التأسيسي كانت احتفال بما سماه هو حدث 3 يوليو، أي حدث 3 جويلية. بعد أيام يغتال محمد البراهمي كرمز من رموز مدرسة سياسية اللي هي مدرسة القوميين العرب، اللي هي مدرسة نحب ولا نكره تاريخها موجود في تونس في اليوسفية وغيرها، مناضلة من أجل السيادة الوطنية ومناضلة من أجل مناعة الدولة ضد الاستعمار. ها واش نحكيه، مبارك البرامي تشوف روحها قبل 25 جويلية زوجة شهيد تطارد الحقيقة فلا تجدها، زوجة شهيد مضطهدة، وتلقى روحها بعد 25 جويلية زوجة شهيد أمام ظهور جديد للحقائق، أمام انبعاث جديد لمسار المحاسبة حول اغتيال الشهيدين. وبالتالي كما نرجع ونقول لك أنه لحظة 25 جويلية هي مفهوم محي جديد للاستقلال الوطني يقوم على ضرب أذناب الاستعمار في الداخل. سفيان، معناها أنا متفق مع اللي قاله خليل، فقط أنا عندي احتراز صغير، هو أنه مبارك البراهمي ليه مبارك البراهمي معناها حطت روحها كمناضلة سياسية اللي قالته معقول جدا، لكن بالأساس حكيت عليه من منظور اللي ينتصر الشعب كمناضلة مؤسسة لحراك لينتصر الشعب، تجاوز التيار الشعب. هي لا هو موجود تيار شعبي كمكون في وسط مبادرة لينتصر الشعب. أي. دونك واحدة ويريد لأنه عندها رمزية المرأة هذه وعندها احترام، معناها ناقص في الكلام نتاعها نظرة استشرافية للمستقبل ودعوة للعباد اللي متخلفين على الاستشراف هذايا، على أنهم يرميوا رواحهم باش ينجزوا المستقبل، مثلا الشباب، مثلا الأطراف اللي مش بالضرورة مساندين النظام القايم معناها، لكن مأمنين بتونس. الدعوة ذيك كانت ناقصة في التصريح نتاعها. واضح واضح. نمشي من عيد الاستقلال والاحتفالات وطريقة الاحتفالات اللي تبينت وكل واحد على طريقته، نمشي مباشرة لحدث صار في الويكاند، هو إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين وتعويض به وتعيين كمال الفقيه بدلا عنه. نمشي وهذا ونشوف تصريحات توفيق شرف الدين بعد الببليسيتي. انتم تسمعوا في 90 دقيقة مع خلود. مرحبا بكم، انتم تسمعوا في 90 دقيقة من توا حتى الماضي ساعة ونص. قبل الإشهار كنا حكينا ان باش نحكيو على إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين وتعويضه بكمال الفقيه. شكون هو؟ يذولي خليل يعرف شوية الهيستوريك نتاع وزير الداخلية الجديد. قبل ما نمشيو للخلايل نمشيو مباشرة لتصريح لوزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين اللي أكد انه عدم مش يفكر في رئاسة الحكومة، وقال كان يحطوا معها صناديق الدنيا كلها ذهب لن ألتفت إليها. كان هذية نهار السبت في تصريح المبعوثنا مبعوث إيافام في نابل منتصر ساسي. يقول أنا قدام الإعلاميين رئيس الحكومة ما تعنينيش حد شيء، نستعرف تسألني عليها وكش نقبل بعض صغاري وبنتي وبابا إيش يقولوا أنا ولدي وبنتي بعد يقولوا نعمل مغالطات ونقول بش رئيس الحكومة تعنيش بعجي نأخذها، كان يحطوا معها صناديق الدنيا كلها ذهبا لن ألتفت إليها ولن أفكر ولو لحظة في تقلب رئيس الحكومة. كان هذا تصريح نهار السبت في نابل من نابل المنتصر الساسي.
شنو علاش التحوير هذا خليل بالذات وعلاش معناها التصريحات هذه؟ وفجاه لقينا كنا نتوقعوا عبد اخر، كنا نتوقعوا يعني وزير اخر، لقينا وزير الداخليه اللي يعتبر من الوزراء ربما اللي ثم شكون يقول لك المقربين لرئيس الجمهوريه، وربما لازال مقرب من رئيس الجمهوريه. شكون قال لنا العكس؟ يعني انا كي نحكي ثم شكون يقرا الاقاله هكاك، كي نحكي على الفيرسيون اللي وصلتني ومصدر عليها حتى التكذيب، اللي هي على الفيرسيون اللي تقالت في ثكنة العوينة هكا ولا لا، ومصدر عليها حتى التكذيب رسمي، وهو أننا لسنا أمام إقالة، بل نحن بصدد إنهاء مهام بطلب من المعني بالأمر. عندنا مدة طويلة سمعنا، وربما جاء طارق هنا حكى الحديث هذا هنا في البلاصة هذه، أنه ربما يكون وزير الداخلية هو الذي طلب إعفاءه للتفرغ لمسائل تخصه هو عائليا. نعرفوا الفاجعة الكبيرة اللي صارت في منزله في ميتيالفيل هنا، اللي كان منزل هذاك منزل السكن الوظيفي لوزارة الداخلية، الموت الفاجعة لزوجته، الحياة ينجم يكون تعرض إلى تهديدات خليلة، اضطراره باش يتنقل يوميا من سوسة إلى العاصمة تونس لمباشرة مهامه، الشيء اللي تعبه والشيء اللي خلاه يطلب الإعفاء. أنا ما عنديش ما يخالف ذلك، خاصة وأنه أداء الميداني لتوفيق شرف الدين على مستوى وزارة الداخلية كان أداء أكثر من مشرف قياسا لوفائه للسياسة العامة للبلاد، لوفائه للمشروع السياسي اللي هو كان خادمه مع رئيس الجمهورية، اللي كان عضو في من أعضاء الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية، واللحظة طلبت تغيير معين. هذا التغيير نعتقد أنه تغيير سلس، ربما جاء في وقت معين الرئيس ينجم يكون ثم تهديدات لوزير الداخلية اليوم بعد تصريحاته الأخيرة، خاصة بعد الإيقافات الأخيرة. هو لم تنقطع عنه التهديدات من اللحظة اللي شد فيها وزارة الداخلية، ما انقطعتش عنه التهديدات، ما انقطعتش عنه التشويهات، واعتقد وما زلت على ذات الاعتقاد أن وفاة زوجته يجب أن يزاح عنها الغبار. ما زالت وفاة في سياق ما نعرفش، وفاة في منزل وظيفي بالطريقة هذيك، ما ثماش موظف صيانة، ما نعرفش حتى شيء، ثم تقصد لإيذاء هذا الشخص من طرف الناس المعادية للمسار ومن طرف الناس المعادية للاستقلال الوطني، وقاوم برشا وقام بمهامه في منعرجات حاسمة جدا، ما غلطش غلطات كبيرة، خاطر الإنسان يخطئ ويصيب، ولهذا أعتقد أنه الرواية هي إنهاء مهام بطلب من السيد توفيق شرف الدين. هو في الحقيقة توا مشى توفيق شرف الدين، ما نعرفوش هل هي إقالة أم استقالة، لأنه هو رئاسة الجمهورية تحكي على إنهاء مهام، ما تقولش اللي هو برغبة منه، ما قالتش بأنه برغبة منه، وهو حتى في إعلانه الاستقالة كانت بطريقة مبهمة نوعا ما، لأنه سيقول وقد قبل رئيس الجمهورية مشكورا أن أخلع عن نفسي عبء المسؤولية، معناها يلزم ياخذ إذن رئيس الجمهورية باش يخلع عن نفسي، معناها لا فورمولاسيون بريت ايكيفوك. زيد عليها احنا كلام برشا دار قبل انه توفيق شرف الدين كان تحت الإقامة الجبرية، دار كلام، وكان في الأسابيع القليلة الماضية القليلة جدا باش انه استقبلوا رئيس الجمهورية. فما شيء آخر، معناها في كل الحالات لو انه يكون قدم استقالته للسبب اللي اعطاه، لانه للتفرغ لابنائه، فهو معناها سبب وجيه يشكر عليه لانه مسؤوليته امام ابنائه ان نعتبرها اولويه، اولويه الاولويات، اولويه الاولويات. وهذا يخلي انه على الاقل في نظري انا يدوفيان ان بو بلو سامباتيك، معناها السي توفيق شرف الدين في الواحد. تبقى الشيء الاخر الباهي هو انه خرج بعد ما
تصدى وأوقف فينا الماء معناها معناها بارون عندي لو بارون نتاع بيع الخمر خلصة اللي هذا العبد الكل في تونس تعرفوا ولا حد ولا وزير من الوزراء ولا رئيس منطقة ولا رئيس حكومة ولا قاضي ولا وكيل جمهورية تجرأ على أنه يمسوا توفيق شرف الدين. إذا السيد ذايا حضر له دوسي مليح وتوقف وما عادش نشوفوه البرة إلا بقرار من المحكمة إذا بعد تتسمى اون سورتي اون بوتي فيما عدا ذلك التقييم السياسي تقييم سياسي في قيمناه في حينه في كل مرة حاجة ما عجبتناش قلناها وقلناها في حينها ثم التقييم المنطقي يزيدك جملة فايزة يعني طريقة الخروج مكان الخروج هو يوم احتفالي في مؤسسة الحرس الوطني للاحتفال بتخريج دفعة من الضباط يعني المكان في حد ذاته مش ممكن وزير داخلية في حال مباشرة مهامه أنه ما يتمش التنسيق مع جهات عليا كما رئاسة الجمهورية وأني راني باش نلقي كلمة وأني ماشي وكذا يستحيل ما نعتقد معناها ما فماش فجائية في الموضوع فما الترتيب وقع فما رئيس الجمهورية تقبل الطلب متاع توفيق شرف الدين إلى حد الآن كل الدلائل تقول هكا توفيق شرف الدين خرج في ظرف عادي قام بواجبه لكن ما فجأة صارت الحكاية خروجه كان فجأة لكن علاقته ما كانش في بينهم لكن علاقته مع رئيس الجمهورية في الفترة الأخيرة كانت مهزوزة خاصة مع زيارات رئيس الجمهورية أيوة. ثم زيارات ما كانش موجود فيها العديد من الزيارات لو ثم مشكل راه اصدر التكذيب لما قاله ما فماش مشكل وما نعتقدش انه ثم مشكل وتحقق برشا حديث حول شقوق حول رئيس الجمهوريه وتوفيق شرف الدين خاصه بعد الزيارات الاخيره لوزاره الداخليه وكان شرف الدين توفيق شرف الدين مش موجود كان غائب غائب او اي ليه هو وصل لحديث معناها خرجت موجودين خليل الزياره حتى الاخيره اخبار انه توفيق شرف الدين كان تحت الاقامه الجبريه خرجت اخبار تداول معناها باش يوري الاخيره انا حسب ما الانطباع العام كان انه وجود وجود فتور كبير في العلاقه بين رئيس الجمهوريه ووزير الداخليه نتاعو باش تقول لي فجائيه لكن الاطارات الكل كانوا موجودين في الوزاره موجودين والكوادر الامنيه موجوده كيفاش الوزير ماهوش موجود فتره الاسبوع ولا العشر ايام اللي ما ظهرش فيهم بشكل أكثر يوم. هم الأسبوع والعشر أيام اللي تحلت فيهم في البلاد نسق جديد متاع محاسبة ومتاع إيقافات ومتاع تتبعات ومتاع أن وزارة الداخلية كانت على قدم وساق يعني تشتغل ليلة نهار وهذا يا راهو مع رئيس كما قيس سعيد ما تنتظروش برشا اعتبار للبروتوكول أمام المهام الكبرى والاستراتيجية أنا نقولها لك معناتها الرئيس ما يعطيش قيمة البروتوكول قد ما يعطي قيمة للهدف للمهمة للوظيفة وهذاك علاش ما ناش باش نلقاو الجلسات الوزارية واللقاءات على شكل الشيء اللي تعودنا عليه فقط. تم تعيين كمال الفقي وزيرا للداخلية خلفا لتوفيق شرف الدين شكون كمال الفقي علاش كمال الفقي شنو باش نحكيو شوية على الهيستوريك نتاع الشخصية هذه توا ما فماش وقتها ما جوست نمشيو للأخبار وبعد الأخبار نرجعو احنا بعد شوية يجيكم فتح الهداوي في نهج تريبيونال.